مساء الخير واسفين للتأخير. يعني اخذتنا المدينة زمان ما اجينا على اربد. شكرا لجراج ومبروك على افتتاح جراج. ايهاب وطارق وقفوا هون جنبي. نحن اليوم يعني بصدد انه نعرفكم على مشروع بشكل مقتضب، بعدين بنشوف مع بعض افلام، اللي هو مشروع السينما في التعليم، اللي هو بدعم من اليونسكو والاتحاد الأوروبي. مشروع ابتدى تقريبا من سنتين ثلاثة، يعني هدفه الرئيسي هو البحث في تنميط صورة المرأة على الشاشات العربية، وخاصة في المسلسلات العربية وفي بعض الأفلام العربية. نحن فريق أكبر من هيك، وكل حدا مننا بيحب يعرفكم، خلينا نقول على جزء من هذا المشروع. ليش نحن اليوم؟ تفضل إيهاب. مساء الخير. أول شيء أنا مبسوط إن إحنا في كراج، وهذا يعني بالفعل إحنا مفاجأة بالنسبة لنا، إنه أمجد وصافي يعني أصدقائنا هم جزء من المعمل 612 الأفكار، فرع إربد طبعاً، ما أعرف شو بسموه كراج، بس بجوز يكون كراج 603، ما أعرف قديش سموه. كثير مبسوطين إنه موجودين في هذا المكان، وتحديداً إنه نطرح موضوع ثقافي اشتغلوا كمان صافي اشتغل فيه ومجموعة من الشباب، وكان فينا مشاريع في إربد قبل زي الهوية والمدينة لما عملنا درج فستيفال مع صافي أو ميديا آرت. وبالعكس موضوع السينما في التعليم، إحنا كنا اليوم في زيارة لجامعة اليرموك كمان، وحبينا إنه نكون موجودين في كراج كمركز ثقافي، مش بس مكان انه سبيس وسبيس ثقافي، فحبينا انه نعرفكم في المشروع، لانه المشروع هذا مش بس بخص صناع الفيلم اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا، لا هو بخص الجمهور اللي عم بيستهلك هاي المواد، اللي هي المادة اللي بتتقدم عبر شاشات التلفزيون وعبر السينما. فعشان هيك احنا في عندنا شقين، في شق فني وثقافي بنحكي فيه، وفي شق كمان اكاديمي اللي هو بقوده كمان الدكتور طارق حداد مع مجموعة من الدكاترة الموجودين في جامعات تانية، بس هو بمثل الجامعة الموجودة في إربد. فهو خليه يشرح لكم شوي عن المشروع. بس أنا كنت أحكي إنه المعمل 612 قدم مجموعة من المشاريع، وهو بيعمل كرامة هيومن رايتس فيلم فيستيفال، اللي هي كرامة للسنة 11 اللي عم بيعمله، وبيعمل مجموعة كبيرة من المشاريع الثقافية اللي موجودة، كان في جزء كبير منها إربد، وإحنا دائماً إربد في كرامة بكون دائماً في إربد، وبنوعدكم إنه ما يكونش هذا يعني هاي تجربة للأمام عشان نكون مع بعض إن شاء الله كمان مرة في كراج. تفضل أستاذ. مساء الخير. لازم أبعد شوي عشان أقدر أشوف مشروع سنة في التعليم، مشروع الحاضر للخطوة اللي بدأنا فيها من الصيف تقريبا، وهو كيف يمكن لنا أن نعد منهج يستطيع هذا المنهج توعية طلبة السينما، صناع الأفلام في العالم، إن كانوا طلبي ولا كانوا خريجين، بأن يبتعدوا عن الأشكال النمطية، التنميط، الباتر، التكرار، الملل. كيف ممكن نبتعد عن التنميط، وكيف يمكن لنا الابتعاد عن تنميط المرأة بشكل خاص؟ أولاً يعني كتعريف بسيط حول التنميط، هو أن نجد دائماً على سبيل المثال المرأة بدور العاشقة فقط، الحبيبة أو السكرتيرة، أو هي ربة المنزل اللي بتنظف واللي بتطبخ ودائماً في المجلة بالمطبخ بتكون. الابتعاد عن هذه المسائل حتى يستطيع أن نثبت ما قاله الفلاسفة اللي في السينما دائما، مثلا أرسطو، الفيلسوف أرسطو اشترط على الفن أن يكون جديدا، يجب أن يتسم بالجدادة، وبالتالي يجب علينا أن نخرج من القوالب النمطية التي ظهرت بها المرأة وظهر بها الرجل أيضا في الأفلام السينمائية، إن كانت الأفلام السينمائية العالمية أو الأفلام السينمائية المصرية والأردنية وغيرها من الأفلام. وبالتالي تم إعداد منهج مكون من فصول دراسية يقوم بتدريسها أي معلم من المعلمين في أي معهد من المعاهد في الوطن العربي،
بحيث يستطيع جراديولي من الفصل رقم 1 حتى الفصل رقم 9 بأن يحاول جاهدا أن يوعي طلبة السينما والمتخصصين في صناعة الفيلم بخطورة النمطية والتمييز. على سبيل المثال احنا دائما بنشوف رجل وامرأة مع بعض زوجين، دائما الحوار بيكون بيناتهم فلنفترض بالصالون، بغرفة النوم، بالمطبخ، او الحوار يكون ممكن يكون الحوار في اماكن عامة. اذا طلعنا على اماكن عامة، زوج وزوجه زوجته ارتأوا انهم يتناقشوا في موضوع معين في حديقة، احنا هيك خرجنا شوي على التمييز. لو كان هذا المشهد نفسه في حمام واسع، احنا ابتعدنا عن التمييز. ثمة امثله كثيره في العالم، مثلا كافلام سينمائيه مثل مستر اند مسز سميث، قدم هذا الكاتب وهذا المخرج وهذا المنتج امراه قويه جدا ورجل قوي جدا، هي لها قضيتها وهو له قضيته، وبالتالي خرج عن النمطيه السائده في الافلام لتكرار وتنميط صورة المرأة. على سبيل المثال فيلم آخر اسمه Devil's Wears Prada. Prada ماركة عالمية، وDevil's اللي هو الشيطان اللي بيلبس هذه الماركة العالمية. ومن هو الشيطان؟ هو مدير هذه الشركة. من هو مدير هذه الشركة؟ امرأة سبعينية قوية بنت نفسها من نفسها، وليست بابنة عائلة على سبيل المثال غنية، هي بنت هذه الماركة وهي كانت مديرة هذا المشروع الكبير. وايضا البروتاغونيست، احنا بالسينما بنحكي انتاغونيست وبروتاغونيست، شخص ما يعيق وصول البطل الى ما يريد. الانتاغونيست ايضا امراه قويه جدا، بدات من الصفر من السكراتش، واصبح ودور الثنتين المديره وهذه الموظفه صديقات جدا وخايفات اثنين من بعض، ثنتين خايفين من بعض. اذا طرح المراه بصوره غير نمطيه، انها ليست تابع للرجل، أنها ليست سكرتيرته، أنها ليست فقط عشيقته، أنها ليست فقط كائن حي جميل فقط، بس كائن حي جميل. احنا بنشوف في الفيديو كليب في العالم أيضا تنميط للمرأة، المرأة أصبحت أيقونة للجمال فقط، ليس لها دماغ، هي فقط جسد، هي اللي بلبسها أنا ماركات العالمية، اللي بلبسها النظارة، اللي بلبسها الكوت، بلبسها الكذا. هذا ايضا صوره نمطيه قدمتها الاعمال الفيديو كليب في العالم. النقطه الاخرى اللي حابب نوضحها بانه في الغرب على سبيل المثال كيف قدم العربي المسلم، هذا تنميط واعي، تنميط واعي اي بمعنى مقصود، بأنه الإرهابي، بأنه هو الذي تزوج 4 نساء، هو الشخص الغني فقط ما عندهش أي شيء آخر. هذا تنميط مقصود. أنا ما جاي ولا مع 112 ولا الأساتذة المشاركين في كتابة هذا المنهج اهتمامنا منصب على التنميط المقصود، لأنه مقصود. نحن نركز على التنميط غير المقصود الذي يحدث دون أن يعي صانع الفيلم أو الكاتب أو المنتج أو المخرج بأنه نمط. وبالتالي هذا المنهج مثل ما بنحكيها حبة حبة من الدرس رقم 1 إلى الدرس الأخير، يحاول جاهدا أن يبتعد بذهنية هذا الصانع الأفلام عن التنميط الغير مقصود. وبالتالي لكل درس من الدروس في تمارين يقوم بها الطالب بتطبيقها دون أن يعلم ما هو التمرين الثاني للدرس الثاني. لما يتجاوز تمارين الدرس الأول ويدخل على تمارين الدرس الثاني أصبح جراجولي يعي أكثر لبواطنه، يعي للاوعي تبعه، فهو بتعلم باللاوعي ويتعلم بالوعي كيف يمكن له أن يتخطى هذه الأشكال التنميط بشكل عام وأشكال التنميط تحديدا للمرأة. شكرا. شكرا لاستماعكم. نحن اليوم رح نشوف فيلمين، فيلم تحريكي بعنوان The Box وفيلم مخرجه سلوفاني، أو رح نبلش بفيلم، رح نبلش أول شيء بفيلم تاء مربوطة.
مشان نشوف الإحصائيات والإنفوغراف اللي عم نحكي عنها واللي هو أسهل أنه نقدر من هذا الفيلم الإنفوغراف نستنتج ما هي الأدوار المنمطة التي وقع فيها المنتجين والمخرجين والمنتجات والمخرجات والكاتبات يلي عم بينحط فيهن كأنما تكرار لنفس الدور وخاصة في المسلسلات الرمضانية وأقل في السينما. فيما بعد منشوف فيلم متكامل اللي هو الفيلم الجزائري فيلم قنديل البحر واللي هو عنف مباشر ضد المرأة ولوين بيتحول. فيلم خيالي فيلم فيكشن لكن مهم انه نشوفه مع بعض. المخرج داميان هو فرنسي جزائري صحيح. بس مبدئيا وخلينا نشوف مع بعض واستمتعوا بالمشاهدة. بعد المشاهدة بليز بدنا ناخد منكم بعض الانترفيوز وبعض الآراء وممكن بعض يعني النقاط النقاش اللي ممكن تفيدونا فيها برأيكم بموضوع اللي عم نحكي فيه. شكرا جزيلا. اللي بتجوزك فوتي جوه النسوان في البيت من دون ما تقاومها الشخصية الأساسية ولا الشخصيات اللي حواليها. بالعكس حتى ولو كان في رد فهو بيكون رد مؤيد للنمطية بمعدل 10%. طبعا الأدوار اللي بتلعبها المرأة ربة البيت معلمة أو الممرضة وباقي المشروع تاء مربوطة في تحليل التنميط ودراسة رصد المحتوى. احتكار الشخصيات النسائية لموقع ربة البيت بنسبة 99% والمعلمة بنسبة 75%. المرأة مش بس ربة المنزل والعشيقة والجارة والمعلمة والزوجة السرية في حين إن كلها أدوار مرتبطة بالرب. أما الرجالة احتكروا وظيفة المسؤول لدى الإدارات الحكومية بنسبة 98% والعمل السياسي بنسبة 71% والهندسة بنسبة 69% والاستثمار بنسبة 80%. غريبة مع إن المرأة في عصرنا ده اتميزت في كتير من المجالات. توصلت دراسة رصد المحتوى إلى أن هناك شبه انعدام لطرح القضايا أو التساؤلات اللي بتهتم بالمساواة بالنوع الاجتماعي في الأعمال الدرامية فقد وصلت إلى 5 مشاهد من أصل 822 مشهد في أحد المسلسلات التي تم رصدها. يا ترى هل ده غايات تسويقية معينة؟ مهم جدا نعرف أن معدلات التنميط في المغرب العربي منخفضة بطريقة كبيرة وسبب ده هو وجود هيئة تنظيمية مثل الهاكا بتهتم بالإشراف على القيم الحضارية وقيم المساواة. أما بالنسبة للأفلام الروائية والتسجيلية فالوضع أحسن. تمثل النساء 45% من فريق عمل الأفلام المرصودة مقابل 55% للرجالة وبتصدروا مراكز جيدة في كتابة السيناريو والإخراج. وعلى الرغم من الحضور وراء الكاميرا إلا أن الصورة النمطية عن المرأة كانت موجودة وبنسب عالية في الأفلام ومعدل 3 صور في الفيلم الواحد. اللي بنشوفه يوميا ما بيمثلش المرأة المعاصرة بصدق. معقولة ما حدش فيكم قبل كده لفت نظره للمشكلة دي؟ الموضوع بيستحق إننا نعمل شبكة تضامنية تكون ضاغطة للحد من تنميط صورة المرأة على الشاشات العربية. قلنا هذا الفيلم عرضناه عليكم اليوم لنحكي أكثر بفكرته أكثر من نقاش الفيلم بتفصيلته وكأنما ليش هيك عمل المخرج وليش حط هاي بالأول مش بالآخر لأنه بالآخر نحن مش مخرجي الفيلم ومش كاتبي الفيلم.
يعني نحن مع بعض بدنا نطلع بعين ناقدة شو فكرة الفيلم وشو خلينا نقول الميتافور أو شو التشبيه يلي هذا الفيلم عم بيحاول يقوله، ليش هيك حدث وشو التشبيه اللي هو بده يوصلنا له، أو بإيش بده يقارن نفسه، أو بإيش شو الطرح الخيالي اللي هو تخيله ليقدر يعطينا هذا، خلينا نقول هذا النوع من الصدمة. ف يعني إذا إيهاب بتحب تقول إشي؟ أنا بس بدي أكد على الكلام اللي قالته سوسن، إنه إحنا في الآخر مش صنع هذا الفيلم، بس إحنا بنينا الفيلم وقدرنا عشان نفتح حوار، فهو فتح حوار حول موضوع تنميط المرأة والصورة النمطية أو المساواة ما بين المرأة والرجل في السينما. هلا بنحكي عن المساواة، ممكن كمان في صورة منمطة للرجل مش بالضرورة دائما المرأة، بس هذا الفيلم كان يعني طريقة تناوله تناول بشكل شوية حاول يقدم الإكستريم أو يعني تصور كامل لكيف ردة الفعل بتكون اتجاه لما المرأة دائما بتكون ضحية. فإحنا بس هو والفيلم هو وتام مربوطة اللي قبله كان بس لمجرد نفتح حوار حول اللي إحنا بنشوفه سواء في التلفزيون، ممكن نطرح مثال على اي مسلسل انتم شايفينه، مش بالضروره يكون بس الفيلم، بس هو لمجرد فتح النقاش. فاذا في اسئله ممكن نباشر نفتح حوار. تفضل. مرحبا، الله يعطيكم العافيه. شكرا على المبادره الحلوه، بس في سؤال يعني طرحته حتى على زملائي، بس هو شغله تقنيه اكثر منه من كيف يعني زميلي جاوبني، بس بدي أتأكد إذا المعلومة صحيحة أم لا. السؤال التالي، كيف عمل لقطة، هو في لقطتين، عمل مشهد اغتصاب تحت الماء ومشهد يوم كان عبر البحر قبل ما تنزل على البحر، اللي كانها مقعرة أو شغلة زي هيك في فراغ، هو عملها كيف على المونتاج او بدون مونتاج هاي او شغله زي هيك؟ يعني جوا الفقاعه قصدي، يعني تقريبا يعني كانت شكلها كاني انا قدام المرايه وصايره هيك، يعني فما بعرف شو اسمها او كيف وصلتها حدا اوكي، يعني كيف عملها على المونتاج ولا هي في لازم خدعه عشان تطلع هيك الصوره؟ لا هي في طريقتين، هلا بعرفش انا كيف نفذها بالضبط، بس هاي النوعيه من بتنفذ بطريقتين، يا اما بتنعمل جرافيكس او بكون بزيد الديستورشن اللي في العدسه، يعني بركب عدسه واكيد مصور تحت المي وبزيد الديستورشن في البوست في المونتاج، يعني بياكد عليه، فهذا اللي بيقدر يعمل، بس انه تنفيذها كتنفيذ بدك بنرجع للنقطه بنشوفها وندرسها كتكنيك، بس انا زي ما قلت لك انا ما ركزتش كثير في التكنيك، بس انا كنت اتوقع هذا السؤال عرفتي، بس هي ممكن في طريقتين، في طريقه في التصوير وفي طريقه بعد التصوير اللي هي جرافيكس عادي بتنعمل بكل بساطه. بس على كل هذا السؤال تقني بحت، لكن في له تفسير ثاني فكري، لما المخرج بيختار انه يطلع صورة المرأة وكأنما صورة فيها نوع من التشويه او التغيير، وكأنما هو بده يبعث رسالة معينة او عم بيحضر لانه بده يحدث لها شيء، يعني هاي قبل ما تنزل وتصير تحت المي وفي البحر، وكأنما في نوع من الوارنينج او نوع من التهديد اللي بده يحصل بعد شوي. نحن هذا اللي بيهمنا، انه نحن كيف هو عم بيفرجي الصوره وقديش هذا بياثر على بعين المشاهده او المشاهد ليدفش موضوعنا لمكان اللي عم نحكي عنه، صوره المراه على الشاشه العربيه سواء صوره سلبيه او ايجابيه، قديش صوره السلبيه لما تندفش للآخر بنفس الوقت بتصير الصورة كمان سلبية
على الرجل. يعني التطرف بعرض صورة المرأة عم بيحدث نوع من الفراق بين قطبين مهمين جدا بتركيبة المجتمع. نحن هاد يعني هذا يلي مقلقنا كفنانين وكصانعين وصانعات أفلام أو صانعين وصانعات ثقافة. نحن عم نشوف هذا التوازن وقد ايه له علاقة بمجتمعاتنا أو بمجتمعنا. ممكن يكون عم نحكي بس عن مجتمعنا الأردني، ممكن نكون عم نحكي عن المجتمع العربي، ممكن نكون عم نحكي عن مجتمع العالمي، بما أنه الموضوع صرنا نحن جزء من المجتمعات مفتوحة على بعضها. يعني هذا هو أس النقاش اللي نحن حابين نحكي فيه، لأنه هذا طبعاً الفيلم ممكن نناقشه 4-5 ساعات، بس مش فيلمنا، يعني مش نحن عاملينه أنه نقدر، نحن بدنا نشوف انطباعنا لوين بده ياخذنا. تفضل بس الميكروفون. السلام عليكم، أنا حمزة أبو الهيجي، مهندس صناعي، وحاليا عم بختص أكثر في موضوع الجندر. للأمانة دكتور شكرا أول شيء على المبادرة اللطيفة هاي، وأكيد على اللقاءات اللطيفة قبل هيك، وإن شاء الله يكون لنا شغل حلو كمان في إربد في الفترة الجاية إن شاء الله، وبشكر كمان كراج على دائما مبادرتهم وإبداعهم. النقطة اللي بدي أحكي فيها تتعلق بموضوع تنميط المرأة في الإعلام. اليوم إحنا بنسأل سؤال أو في التحديد في الأفلام. نسأل السؤال المهم في السينما، هل السينما هي بتعكس الواقع ولا بتصنع الواقع؟ هذا سؤال جدا مهم احنا نجاوب عليه، لانه اذا بتصنع الواقع اساعدها هون بنطلع على تنميط المرأة في الاعلام وقديش راح ياثر فعليا على المجتمعات القادمه. لكن اذا ما نحكي عنه بيعكس الواقع، وانت بتحكي عن واقعنا، يعني المرأة موجوده في المطبخ، موجوده هون بناء على الصوره النمطيه اللي عملها بتنعرض في اللايف. صح، في عندنا تجارب خارج هاي الصورة النمطية موجود 100% وعمالها بتنجح وعمالها بتزيد بالتأكيد، خصوصا في ظل الترندات العالمية اللي عمالها بتصير حاليا، وفي ظل كمان المنظمات الدولية اللي عم تشتغل في هذا المجال وفي هذا الموضوع. هذا فيما يتعلق. بالنسبة للفيلم صراحة كان فيلم رائع جدا، الفكرة جدا رائعة للأمانة، وفاجأنا صراحة. يعني آخر شيء خصوصا في يعني زبدة الفيلم في اللحظة اللي جاء فيها الإعلامية عم بلشت تحكي، هون فعلياً بيبين لك قديش فعلياً واقعنا وعماله فعلاً بيظلم المرأة وعماله بحط الحك عليها رغم أنها هي ضحية. يعني هي كانت ضحية ورد مع هيك لبسوها التهمة. الله يعطيكم ألف عافية. عافيكم. أول شيء شكراً على سؤالك الأول، سؤال مهم. شوف عزيزي، بدناش نحكي المانشيتات اللي بتنحكى دائماً، الفيلم انعكاس للواقع ولا مش انعكاس للواقع. هاي منشتات يعني الفارغه من المحتوى. كيف؟ اولا احنا بنسال حالنا سؤال، هل ما رايناه على الشاشه محتمل الحدوث في الواقع؟ هل هو محتمل الحدوث؟ نعم تمام، بس هو محتمل الحدوث، قد هذا فعل ما قد يحدث في الكون، وبالتالي الفيلم يعيد انتاج الواقع فنا سينمائيا، ويعيد انتاجه لأنه الفن انتقائي بالأصل. أنا أنتقي لحظة، أنا أنتقي زاوية في الحياة، لا ما بسرد سيرة حياة ابن خلدون على سبيل المثال، إلا إذا كان الفيلم بيوغرافي. إذا كان بيوغرافي فأنا بالتالي بدي أدرس تاريخ حياة الشخصية هاي وأعيد إنتاج تاريخ حياته فيلما سينمائيا. هو أول شيء دقيق لازم نسأله لحالنا، هو لا ليس بانعكاس، هي السينما ليست مراية. واحنا الفن الدرامي تحديدا ان كان مسرح ولا ان كان سينما مبني على الاختزال. انا اختزل حياة شخصية كاملة بساعتين، فانا انتقي من هذا العالم، انتقي من هذا الكون، انتقي من هذا الزاوية من الزوايا وبكثفها. هذا التكثيف هو اللي ممكن يخلينا نحكي ان الفن ان السينما هي صناعه بادوات فنيه، هي صناعه بادوات فنيه. انا مش تصنع الواقع، يعني خلال طلع مثلا على مسيره مثلا التعاطف الناس مثلا مع الجنسيه الجنسيه على مستوى العالم، هذا الحكي بنشغل عليه من 20 سنه تقريبا. صحيح تمام، والافلام بتطلع عليها فعليا خصوصا في الفتره كمان اللي في السنوات او 10 سنوات، كل فيلم لازم يكون في حدا من الجنسيه لدرجه انه الموضوع عادي طبيعي. يعني
انت قديش فعليا عم وحتى اليوم مثلا الموضات العالميه اللي عملها بتقدر هي مبنيه اصلا يعني فيلم بيطلع فيه صبيه لابسه لبس معين او شاب لابس مثلا بدله معينه او بصير بنت عارف بصير ما في 100% لانه لو سالنا حالنا مجموعه اسئله بسيطه ما هو هدف الفن؟ ما هو هدف الساعه؟ تمتعك مظبوط؟ ما هو شرطها؟ تقنعك. الشرط بيفرق كثير عن الهدف. المهمه انك تدفع 10 دولار بكارفور تروح وش؟ دكتور 10 دولار عشان تستمتع لانه اذا ما استمتعت انت دفعت فلوس على الفاضي واذا ما اقتنعت بيطلع تصنيع مش جيد فبالتالي شرطه هو ان يقنعك وهدفه هو ان يمتعك خذ المعلومات دكتور من اين تستمد السينما او الافلام السينمائيه موضوعات من الواقع نفسه نعم صحيح كل فعل في الفيلم يحتاج الى مبرر صحيح وهذا المبرر من شرطه انه لازم يقنعني نعم صحيح طب اذا ما استمدناه من الواقع هذا المبرر كيف راح يقنع المشاهد هو الاجابه على سؤال محتمل الحدوث في الواقع ولا لا تمام هو محتمل الحدوث في الواقع لكن محتمل الحدوث بطرح التنميط يعني مثلا في هذا الفيلم اللي عرضناه اليوم هو نمط الرجل وكأن الرجل هذه الصورة المرسومة في مخيلة المرأة احتمالية وقوعها صحيح احتمالية ولكن لا تحكم في 30 سنة خلال 30 سنة هل سمعنا خبر عندنا مثلا في الأردن عن مثل هذه الحادثة؟ نسبة 1% أو 2% تمام؟ في نسبة لا احنا بنحكي عن تنميط الرجل يعني إذا كان رجل واحد هذا ما بيعني عن 1000 رجل صحيح. إذا كان 10 ما بيعنوش عن مليون ونفس الشيء المرأة ونفس الشيء المرأة احنا نسأل حالنا سؤال أهم شو المبرر اللي دفع هذول الرجال ليعملوا هيك مع المرأة؟ هذا هو السؤال الأول تفضل دكتور بسبب المجتمع خلينا نحكي قبل 10 سنين من هلا صوتي عالي لا مشان عم نسجل المجتمع قبل 10 سنين كان حاطط انا بخلف ولد وبخلف بنت الولد هو اللي لازم يكون رئيس البيت انت البنت لو سمحتي انت على المطبخ انت تنظيفي تا 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 هاي الجمله انا بسمعها دائما يوميا حاليا كمان واحنا ب 2020 انا سمعتها 2019 احنا ما بنخلي بناتنا يروحوا يشتغلوا انا بشتغل خليها انا بسمعها مع التطور والتكنولوجيا هون بهالدا الفيلم ما بعرف شو حكى سيد بس الرجال اعطانا او المخرج اعطانا كيف شخصية الرجل الاصيل اللي ممكن يتحمل او انه ما يكون عنده اولاد وعادي عنده شيء مو طبيعي وكمان اعطانا كيف المجتمع بشوف المرأة لما تكون لحالها يعني هي كانت بنص البحر عادي يعني اذا كانت شفت ولد صغير او كنت شاب في وسط البحر شو بتحكي ما بتعمل له شيء ليش المرأة؟ فهون يعني وضح الرسالة إنه المرأة ضد المرأة بكل إشي وأحياناً بتكون كمان الرجال ضد المرأة والعكس صحيح بهالأشياء في شغلة معينة حسيتها اللي ما فهمتها هل هناك اعتقادات بالمغرب إنه المرأة قد تتحول إلى قنديل؟ أنا هاي ما فهمتها بس دكتور يعني النقطة المهمة احنا هون بنعالج التنميط إذا بدنا نعالج التنميط ما بدنا ننمط الرجل صحيح؟ هي حكت عن نمط الرجل هي حكت عن المجتمع عن صورة الرجل في المجتمع إذا أليس هذا تنميط؟ أحكي لك ليش مش تنميط؟ لأنه تم طرحه بشكل مختلف. إذا كان كشكلاً كفناً ومعالجة للفيلم يعني نتفق تماماً، أما كموضوعاً هو ينمط الرجل. كموضوع ينمط تماماً الرجل. صدقني عمرات، كثير دقيقة. هل هذا محتمل الوقوع في الواقع؟ أنه يتحرش رجل بامرأة؟ نعم. طيب أليس هذا المحتمل؟ خليك هذا محتمل. أما
أبينه ببشاعة كل الأفلام زي كل الأفلام؟ لا، هو بين لي بشكل آخر وبطريقة أخرى. فبالتالي هو صحيح هذا النمط في الرجل، هو النمط في الرجل تمام، لكن هو لم يظهره بشع أو أنفه كبير زي ما بيبينوا المصريين، مبعوج وجهه، بشاعة في شكل الرجل. لا، هو قام بأنه ظلوا يرموا فيها هون، يرموا فيها هون، يرموا فيها هون، أنهكت، عرفت كيف؟ وسقطت بالأرض. إذن دكتور، كل حادثة واحتمالية وقوعها في الواقع يوجد احتمالية وقوعها فقط. والصراحة كمان إنه هون أي حدا بيكون متحرش، حتى البروفيسور اللي بالجامعة المتعلم بين لنا إنه كمان بيتحرش صراحة. والوجود الإعلام أو السينما أو صناعة الأفلام هاي عبارة عن رسالة، إحنا كيف نقوم بطريقة معالجتها هون في كل دولة وكل منطقة. يعني هلأ هوليوود بتعالج المشاكل بطرق مختلفة تماماً عن مصر. يعني مش مشاكل مختلفة، احنا نفس المشاكل بالعالم كله، نفس المشاكل ولكن طريقة المعالجة غير. يعني مثلك انت مثلاً دكتور، انت مثلاً تجيب مشكلة بتعالجها طريقتك غير عن طريقتي. صحيح، يعني أيًا كانت هي مش موضوع إنه نمطية مختلفة من فئة لفئة. طب بس نحكي شغلة قبل الفيلم، إذا تكون تناقشوا الفيلم كموضوع ممكن إذا حابين يعني يطلع منه نضل فيه. بس أنا بدي أقول شغلة إنه العناصر الأساسية جاف بحر، مجموعة من الناس على البحر وقسموا مجموعة ناس شباب عم يسبحوا، وفي عائلة رايحة على البحر. مجرد نزول امرأة مش بالمايو كمان نازلة بملابسها وتكون لوحدها في منطقة منزوية، هي فريسة هاي بالنسبة للمنطق تاع الظرف العام للفيلم. هلأ اختيار انه يكون قنديل بحر تتحول، هي فكرة متفور، يعني هي فكرة هيك فانتازية، بس ليكون قنديل البحر له معاني كتير طبعا، من ضمنها فكرة الضوء، فكرة في له معاني كثير لقنديل البحر. هلا انه في الجزائر او في كذا هذا الحكي مش موجود، انا بس عم بحاول اجاوب على كل الاسئله واحكي عن شغله، انه الظرف العام تاع الفيلم بيشبه لو انا بدي اناقشه في بلد زي الاردن اكيد مش حسميه قنديل البحر، اكيد ما فيش عندي بحر في عمان، يعني فيش عندنا بحر الا بحر ميت، اي حدا ما بغرقش فيه اصلا بيطفو، بيعيشش فيه كائنات، فبالتالي بدي الاقي عناصر ومعالجة أخرى إذا أنا بدي أضلني متمسك في نفس الفكرة. فأنا ممكن أطرح فكرة أخرى أسميه امرأة الملح مثلا، تطلع تتكون منها إلى آخر، ما أعرف شو يعني. بس أنا شو قصدي، أنا قصدي إنه الاختيار انعكاس الواقع ولا مش الواقع، هو كيف أنت بتختاري من هذا الواقع المعالجة اللي إلك وجهة نظر بدك تقوليها. وجهة نظر أكيد هي بدها تنعكس على الواقع، بس هي مش انعكاس للواقع بشكل مباشر، عرفت يعني كيف؟ عشان هيك بقول لك هذا في اسقاط، هو مش اسقاط، هو اخذ من الواقع، لانه كل المخزون زي ما تفضل الدكتور، كل اللاوعي عند صانع الفيلم والمتلقي هو مشترك، كل واحد بياخذ من مخزونه من حسب ثقافته تربايته ووعيه وكيف هو بيشتغل على نفسه. فعشان هيك احنا موضوع السينما في التعليم هو انه كيف نخلي هل اللي بيعمل معالجة يختار صور مش نمطية للمعالجات الدرامية في الدراما. واذا بدكم نضرب امثلة على مسلسلات مثلا، انه مثلا فيلم مسلسل الهيبة، مسلسل اللي كانت هيفاء وهبي، شو استفدنا منهم وليش انعملوا، وهل هدول انعكاس للواقع ولا مش انعكاس للواقع؟ بس ليش منتابعهم؟ ليش اكثر نسبة متابعة للهيبة واحد ماسك كلاشن وبطخ فيه وعامل فيها بلطجي ومع ذلك وبشيل مرة ليش احنا بنحب هذا النوع؟ ليش الناس عم بيشوفوه؟ هون الأسئلة اللي لازم تنطرح. هون لما احنا شفنا هذا الكم صار في عنا توقف، نقول لا بدنا نعيد التفكير في ماذا نصنع من الأفلام. فإذا بس أنا بس حبيت أوضح، تفضل. مين ما بعرف مين بده يدير ال بعرفش حسب مين في حدا طلب لازم أنا رأيي اللي بده يحكي في أغلب الأول عشان يقدر يمسك ما بيرجع لورا. يعطيكم العافية.
أول شيء يعني إذا نسلط الضوء على جزئية في المجتمع أو مشكلة في المجتمع يجب أن تكون نسبة حدوثها كبيرة، لأنه إذا سلطنا الضوء على جزئية بسيطة في المجتمع إحنا هيك عم بنعمم وعم نخلق مشكلة جديدة في هذا المجتمع. عشان هيك لازم تكون كبيرة ونطرحها، وإذا طرحناها بدنا نوجد حل إلها. إذا ما وجدنا حل إلها بده يكون جزئية بالعمل إنه لازم الجهات المعنية في أي بلد تنطرح في هذا الموضوع إنه تنتبهوا لحل هاي المشكلة. تمام؟ النمطية في عندنا في المجتمع بتختلف من شخص لآخر. أنا كرجل لا أنظر للمرأة كنوع من أنواع الشهوات، تمام؟ أو الغرائز. يبقى سيما العمل إنه الحب. دائما نحضر أفلام إنه أساس الحب أو أن الحب يصنع المستحيل. هو وجه لي أو سلط لي الضوء على هذا الرجل حكى بحبك، ما دام بحبك إذا أنا ما راح أشوفها من ناحية شهوات وغرائز، لأن الحب أسمى من هيك. تمام؟ ثانيا إذا بدنا نحكي عن الفن بشكل عام زي ما حكى الدكتور طالب، هو إمتاع وإقناع. أنا استمتعت بالعمل بس ما اقتنعت فيه، إن في مشكلة أساسية في صناعة العمل. وأنا كفنان مش مهمتي إنه أنا أكون سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، أنا فقط بطرح قضية بعالجها. ما بدي تعالجها في جهات مختصة إنه تعالجها. بدي أرجع لنقطة للأستاذ إيهاب بالنسبة للمساواة. من وجهة نظري الشخصية صعب جدا إنه أنا أعمل مساواة بين الرجل والأنثى، بين الرجل والأنثى بشكل عام صعب جدا. في عدة اختلافات من ناحية التفكير مثلا، من ناحية الغرائز، من ناحية إنه وجودها في المجتمع من منطقة لمنطقة تختلف. أنا مع إنه يكون في عدل ما بين المرأة والرجل، لكن مستحيل يكون في مساواة. في خلينا ناخذ عدة أسئلة بس كنت أرجو لقدام لك. هاي يعني أكثر من حدا يعرف، مش ضروري نقدر نجاوبكم، ضروري ينفتح عدة زوايا مشان بالآخر ممكن نعمل تلخيص. يعطيكم العافية، شكرا لكم على هذه الفرصة، شكرا كثير، شكرا للدكتور طارق أستاذي ودكتوري في الجامعة، وشكرا للأستاذة سبسان أستاذي هذا. كونه ما بستحضرنا الفريق العمل اللي صنع الفيلم، فبدي أوجه سؤال لكم، أنه ليش تم اختيار هذا العمل الفني اللي أنا بوجهة نظري شفت أنه فيه مبالغة درامية كبيرة بالنسبة للطرح اللي شفنا إحنا بالحبكة؟ ليش تم اختياره هو مع انه يمكن هاي الحالات زي ما حكينا يمكن تصير 1 بالمليون او 1 من 10 مليون اللي احنا بنشوفها، فاحنا ليش بالغنا كثير وطرحنا هذا العمل احنا نشوفه مع انه هذا بمجتمعنا بعيد كل البعد انه يصير هيك او يحدث هذا الحدث؟ شكرا. الحقيقة يعني من خلال متابعتنا للفيلم، هو عرض على BBC تقريبا من قبل أسبوع، الفيلم من ضمن الأفلام القصيرة، تراجيديا بالبداية محزنة جدا، الباب بسكر عيد الولد، الأم هي الطبيب، ثم الأب بيلعب دور الطبيب المعالج البيتي، ثم الزوجة في الأمام، ما بعرف هي أم الزوج ولا أم الزوج اللي كانت وراء حماته يعني في الخلف، طبعا يعني هي بلاده كمان. الان الصراع التاريخي بين الرجل والمراه على السلطه الاجتماعيه هو صراع قديم، واعتقد يعني انه يقترب هذا من اسطوره اللي هي النساء الامازونيات تقريبا، اللي هو مجتمع خالي من الذكور بس للتوالد. الان في خضم هذا الصراع بين الرجل والمراه وسيطره اي طرف على الاخر يتم تهميش الطرف الآخر. إذا المجتمع الذكوري بدنا نظهر صورة الذكر يتم تهميش الأنثى. الأنثى في هذا الفيلم بيّنت كأنها ضحية بالبداية، مع أنها لها كامل الحرية في التنقل في أجواء بحرية مفعمة بالنشاط والحركات البهلوانية في الماء. ثم يا أخي الكريم يعني بعتقد المنظر العنف اللي صار إله دلالة، ما بعرف إنه بده هذه المرأة الفريسة اللقمة السائغة يعني يتكالبون عليها كالكلاب على
على العظام، يعني كأنه منظر فيه نوع من المهانة والامتهان للمرأة. اللي بده يرفع قدر المرأة بعتقد مش بهذا الشكل يرفع قدرها أو يسلط عليها الضوء بقضايا معينة خاصة في المجتمع المغربي أو الشرقي عنا. كان بإمكانه أنه يخلي دور المرأة متوازي مع الرجل مع عدم تعنيف المرأة بهذا الشكل. كان ممكن السيطرة على الموقف، ولكن أعتقد أنه من أجل إظهار المرأة كضحية وكفريسة جعل هؤلاء يتكالبون عليها في آن واحد. ثم ننتقل من التراجيديا والحزن والمأساة إلى العنف والرعب مرة واحدة. هل يعقل يعني هذه المرأة التي كانت فريسة وضحية ومكسورة الجناح تنتقل فجأة لتعنف الآخرين وتكون أداة انتقام؟ يعني صار هناك في ازدواجية وفصام. هاي وجهة نظري طبعا، ما بعرف، بحترم وجهة النظر كلها. شكرا لكم. طبعا يعطيكم العافية. أول شيء الفيلم كثير حلو ورائع واستمتعنا، بس بدي أحكي شغلتين. الشغلة الأولى إنه الموقف اللي تم فيه الاغتصاب، يعني هو موقف أوكي عدا إنه نادر الحدوث، بس في لا منطقية إنه يعني شباب يتجمعوا زي هيك على بنت بالبحر ويقوموا باغتصابها بالطريقة هاي قدام الناس، وإنه يعني ما في منطقية بالموقف اللي صار. الشغلة الثانية إنه ليش إحنا دائماً بدنا نمكن المرأة على حساب الرجل؟ يعني دائماً أنا تمكين المرأة بيجي على حساب الذكر. طب ما أوكي، المرأة دورها مهمش بالمجتمع، ويعني في يعني اعتداء عليها على حقها، بس إنه مش على حساب الرجل نحل هذا الموضوع. يا ريت إنه يكون يعني دائماً تسليط إنه نمكنها بس مش على حساب الذكر. يعطيكم العافية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بوجه تحية لكل الموجودين هون وللدكاترة قامة الفيلم. أول شيء بالنسبة للفيلم، يعني أكثر إشي كان مؤثر فيه اللي هي المؤثرات الموسيقية والصوتية لا أكثر، لكن من ناحية قيمة فنية أو تمثيل، يعني كان تمثيل أوكي تراجيدي، لكن نوعا ما كان في تهميش وتنميط وتحتيم لصورة الرجل، ومثل ما تفضل أخونا وحكى إنه أصلا يعني إنه إبراز صورة المرأة أو إنه الحفاظ على شرف المرأة ما بيكون بالصورة هاي كإخراج يعني أو كتمثيل، مش إنه أصبح يعني فعلا يعني الفيلم بين لنا كأنه الرجل هو عبارة عن حيوان لا ينظر إلا للغرائز الحيوانية. وبتمنى يعني ولا إنه ليش شو أو بتمنى إنه بدي سؤال جواب للسؤال إنه ليش المرأة بالنهاية، أو ليش أنت خليت القالب تاع الفيلم قلبته بالنهاية لخيال علمي، أو ليش قلبت للمرأة إنه بالنهاية صارت كقنديل بحر؟ أنا بس بدي السؤال هذا. ولكن بالنهاية يعني هو فيلم أكثر إشي كان هو المؤثر فيه اللي هو المؤثرات الصوتية والموسيقية لا أكثر. شكرا. في ناس من زمان اللي بقدرش. يعطيكم العافية. أول شيء بخصوص كلمة مبالغة بأنه هي صار معها هيك في البحر، إنه كيف هيك مجموعة من الناس هجموا عليها، هذا الإشي ما بصير عندنا هون، عمرنا ما شفنا ظاهرة زي هيك. مزبوط، إحنا عمرنا ما شفنا إشي زي هيك، عمره ما صار قدامنا واقعة زي هيك. بس أنا كأنثى اليوم بحكي لكم، أنا تعرضت لمواقف مشابهة، ومش بس أنا متأكدة إنه كل أنثى موجودة معنا اليوم تعرضت لإشي مشابه لهذا الإشي، مش شرط نفس الإشي، تمام؟ مش شرط لازم يتهجموا علي 5-6 لأقول والله ناس تحرشت فيه، يكفي إنه واحد يجي بالشارع يسمعني كلمة كتحرش لفظي، كافي يوضح أنا شو شعوري. المنظر اللي شفتوه هذا بالفيديو، هذا الشعور كل أنثى لو شخص واحد تعرض لها بكلمة واحدة، هذا هو شعورها، بتحس بكل اللي شفتوه أنتم.
يمكن كرجال ما تفهموا هذا الشعور، ما تحسوا فيه، لكن الأنثى هيك بتشعر إنه ما حدا يتعرض لها بأي شكل من الأشكال. بصير أحكي معي وقت كمان شوي؟ تمام. بالنسبة لقنديل البحر، وجهة نظر بالنهاية كيف أنا شفت الموضوع صار، إنه كيف هذا التحول صار من حدا يعتدى عليه لشخص قنديل بحر ومن هذا الكلام. حدا حس بكل هاي المشاعر وبكل هذا الاعتداء على ذاته، إيش متوقعين يعمل؟ بده يعمل ثورة. أول شيء ممكن تفكر فيه أنت تعمل ثورة. متى؟ لما ماتت. لما ماتت روح على هاي الأنثى قررت تعمل ثورة بالنهاية. يا ريت عملت هيك قبل. يا ريت. فأنا هذا اللي شفته بس، فإنه شغلة صغيرة بس شغلة صغيرة كتير. شفتوا بالأخير كيف قبضوا عليها؟ ما مسكوها لحالهم. مين اللي مسكهم إلها؟ الرجل. دقيقة. هم اعتمدوا على وجوده. اعتمدوا على نعم، لكنه كان مساهم. هو متى حكى لها فيلي؟ باللحظة الحاسمة لما إجوا عليها كلهم، ما قدرش ما قدرت مشاعر المرهفة تتحمل هذا المنظر هيك قالها فيلي. بس هو من البداية كان شريك معاهم بكل اللي عم بيصير. بس احنا لازم نركز ان موضوع الندوة هاي موضوع اسمه التلميض، which is احنا يعني رحنا في موضوع ثاني بالنهاية. بعدنا كده احكي لك شيء صغير، انا مش حدا متطرف تجاه المرأة او ايا كان. والنسوية رقم واحد احد اهم مبادئها، نحنا مش مع المرأة ضد الرجل، نحنا مع المرأة ومع الرجل. مثل ما حكى الاستاذ هون لما طلع وقف، أكبر خطأ نساوي المرأة بالرجل، لأنه هذا في ظلم للمرأة بحل المساواة. نحن مع العدل، مع العدل بتعطي لكل حدا حقه، إلو واجباته وإلو حقوقه، هيك أنت بتحقق العدل، ما بدنا المساواة. هاي مستضعفينها، هاي الفكرة الرئيسية بالمشهد. فكرة البحر زي ما حكت برضو نحن ما شفناها وممكن ما نشوفها، لكن حسيتها هي إسقاط لكذا موقف ممكن مر فيه. ممكن تكون مش وحدة لحالها بالبحر، ممكن تكون وحدة ماشية بالشارع، وحدة لحالها بالجامعة، وحدة بالليل طالعة. فهي حسيتها انه مش يعني مش اشي حرفي، انه مشهد عنف او اغتصاب صار بالبحر، هو اسقاط لمواقف يومية صغيرة يمكن كبيرة انا كبنت وكلنا كبنات ممكن بنعيشها او بنشوفها بحياتنا اليومية. كمان شغلي في شخص ما بعرف مين سأل او حكى انه كيف المرأة ممكن تتحول من ضحية مهمشة لشخص عنيف. بتصير وعن تجربة شخصية بتصير. اي امرأة او اي شخص، مش بس امرأة، بتعرض لتعنيف، بتعرض لظلم، بتعرض لمشاعر سلبية مرة ومرة، خوف، هذا الشيء بده يكون جواته وسيلة دفاع عن نفسه. كيف بده يكونها؟ اكيد مش بالحوار وبالنقاش ومش عارف شو. يعني اول ردة فعل ممكن يعطيها ردة فعل عنيفة وبس. طيب اوكي تفضل. بس ممكن احكي كمان شغله، انا بصراحه مش قادر ابني حكي. تفضل. هسه التعنيف اللي نحكي للمرأة مش لازم يكون الشاب يسحب يتفشى معناته انه عنفها. التعنيف له مليون وجهه نظر، مليون منظور. الحدا اللي بتعرض لها بالشارع، تعرض لها بلسانها، تحكيش فيها زي ما عم نعرف، هذا كمان برضه تعنيف، وبصير بشكل يومي بشكل كثير كبير، جماعي او فردي. انا لما اكون ماشي مع زوجتي بالشارع، سيارات رايحة جاية تعلق علينا مجموعة،
لما من فترة تروح على البيت تبكي قد ما تعلق عليها بالشارع لأنها ماشية لحالها. هذا شو هذا؟ مش تحرش هذا ولا لا؟ شو؟ فإحنا وين نرجع؟ فإنه المشكلة أكبر كثير بكثير مما نتخيل. هي مشكلة مجتمعية يعني عظيمة. بصراحة دورنا إحنا نشوف الحل تبعها ونلاقي الحل تبعها. شكراً. تفضل. يعطيك العافية محمد إسماعيل أفندي. فكرة البحر يعني عامة فكرة يعني بتدل على أنه مجتمع ذكي يعني اللي عملها مجتمع أنه كبير. وفكرة البحر أصلاً هاي المجموعة عملوا أو اهتدوا عليها نقول بالبحر. ففكرة البحر أوسع وإحنا بالعالم أكبر إشي عندنا بالكرة الأرضية هو البحر والمحيطات بشكل عام. فبقول أنه هاي الفكرة أو هذا النموذج بشكل عام من العالم يعني هو اختار في البحر اعتقد وسيله انه يوصل فكره انه هاي مش بالشباب بشكل عام. هاي فكره من افكار العالم اللي بتجول بحول الدماغ بالعالم. لكن بدنا نعتقد انه او خلينا نقول المراه مهمشه عن الفكر يعني حتى بالبيت وبالاسره مهمشه يعني ضعيفه يعني فيعني دورها يعني ضعيف بالاسره. بدي ارجع لنقطة الإمتاع والإقناع ثواني بس استحملوني. الفرق يكون بالإيحاء وليس بالتصريح. أنا بوحي للشيء ما بصرح فيه تمام؟ وأغلب الأعمال رح لاقيها بس بالنسبة للفيلم شباب صراحة لم يؤثر فيه نهائيا حتى مشهد الاغتصاب. طريقة الانتقام كانت أبشع وأشد من طريقة الاغتصاب. أنا عشان أقتنع 100% انه الحدث يحتاج الى هذا الكم الهائل من الانتقام لازم اشوف بعض التفاصيل اكثر من هيك وابشع من هيك. اوكي كانت معالجه غلط بس انه كرد فعل. مرحبا في عندي كم نقطه بس بدي احكي فيهم حيكونوا شوي موضوعيات. قبل فتره في شخص هي بنت وحكت لي انه تعرضت لتحرش لفظي في الجامعه وقالت لي كيف انها بهدلت الشخص اللي يعني سمعها الكلام في الشارع في الجامعة وهذاك فعليا سكت والبنت كملت طريقها وهو ضل مصدوم انه كيف البنت يعني اخذت موقف زي هيك وحكت. بعد ما البنت في الفيلم لاحظنا انها تعرضت لاشي معين البنت قررت انها تتحرك. فكان البحر هو زي ما حكى صديقنا هون كان البحر هو اكبر دلالة على التحرر. البنت صارت تسبح وصارت تتحرك ومشت في بكل حريتها وبكل طاقتها. فكان من البداية قرارها. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها ولا راح أرجع أربطها بالنقطة الأولى إنه الفيلم أو الأفلام بشكل عام تعمل على تنمية المرأة بهاي الطريقة. فبصير في نفسية المرأة اللي بتشوف هيك فيلم بتضل في براسها هاي الفكرة إنه أنا مثلاً والله دائماً لازم أكون ضعيفة وأنا معرضة في الشارع لأني أتعرض لأي شيء من هذا الكلام سواء كان تحرش لفظي أو تحرش جسدي أو على الفيسبوك حتى دائماً بتضل في راسها هذا الكلام. بس إذا بدنا نرجع للفيلم البنت قرارها وحريتها هي اللي بتقرر إنها تتعرض لهذا الشيء أو ما تتعرض. وإذا تعرضت له بتعرف كيف تصده. آخر نقطة بدي أحكي فيها إنه وهذا الكلام عم نشوفه حالياً في المجتمع إنه البنت لما تتعرض لتحرش أو لما تتعرض لإشي مشابه لهذا الكلام بتصير معادية لكل الرجال. وعشان هيك في الفيلم ظهر إيش 19 قتيل هي عملت وهم فعلياً يعني ما بينش فيهم هم ميلز ولا فيميلز ولا هم أصلاً كانوا مشاركين بهاي العملية عملية الاغتصاب أو لا. هي قتلت 19 شخص وهذا يعني بتوقع المخرج للأسف مش معاني يعني عشان نسأله هذا السؤال. بس أنا برأيي هو يعني تحليل الشخص إنه هو كان بده يعكس برضه إنه في برضه عند الأنثى خلينا نحكي توجه متطرف بعد ما تتعرض لأي شيء زي هيك. فبتلاقيها بس تتعرض لأشي زي هيك بتعادي كل الرجال وهي يعني ناس يعني كلنا سمعنا هذا الكلام اللي بطلت بدها تتجوز واللي بطلت تتعامل مع رجال وأسست جمعية نسوية ومش عارف شو يعني أخذت الموضوع كثير إكستريم وهذا اللي صار يعني بالفيلم. وبس شكرا. سلام. طبعاً أنا مش عارف ليش مش قاعدين بترد وهو بس طرح آراء ولا تمام. يا ريت يصير في رد. أنا جاي أرد على نقطة واحدة وعلى ما أظن إن هو اللي يعني كل الآراء قاعدة بتتمحور حولها. يا جماعة إحنا قاعدين بنفرق بين شعور المرأة على
يعني انه هي لحالها اللي بتحس وهي اللي لحالها بتحس ما كل ما حدا يعتدي عليها. والشاب لا بنتمسح ما بحس. للاسف هاي مش هيك طبيعتنا احنا كمجتمعات. للاسف المجتمع الحديث تبعنا اخر عشرات السنوات بلش يصنع هذا الجيل. البنات هشات نفسيا يعني حتى من ناحيه علم النفس لو في حدا هون يعني هاي مجال دراسته. للاسف البنات بمجتمعاتنا كثير هشات نفسيا يعني النظره ممكن تدمر بصير عندها شرخ عاطفي. وللاسف كمان الشباب بمجتمعنا كثير قاسيين وهذا الشيء كمان كثير سيء. وعلى ما اعتقد يعني كلنا بشر لكن الانسانيه تكليف. ف يعني ربنا كلفنا بها بانه نكون كل حدا منا انسان. فبعتقد اي حدا انسان فينا ممكن يحس ان كان رجل او امراه راح يحس ويعاني من اي يعني من اي خدش بيجي من اي حدا. بس اتمنى تنجح. مرحبا يعطيك العافيه. تفضل بدك تعطيني ميكروفون. مساء الخير يعطيكم العافيه. لو بتوقف بنزل على الكاميرات عمرك يا طبعا انا للاسف اجيت متاخر. هلا بس بالنسبه للسينما مش وظيفتها تعطينا حلول. صحيح كل واحد بده يحلل لحاله. هلا بدي اساله معلش هل الأنثى بس تتعرض للتحرش؟ لا لا. إذا أنا مع النمطية. شكرا. يعطيك العافية. هلا على تمام إيه سامعيني؟ تمام. لا بالنسبة لي فيلم بيطرح جوانب كثير موجودة بالمجتمع سواء كان مبالغ فيها أو كانت واقعية إلى آخره. بس بالنسبة لي خلينا نحكي الحوار اللي عم يدور بالنسبة لي أنا بيهمني كحدا عم يحضر هون يوصل لهدف أو لنتيجة لآخر هذا النقاش. تمام لازم نوصل لشيء معين أنا أرسم فيه. عشان أنا برأيي الشخصي أنا مش بحاجة لفيلم سينمائي ولا لمعجم طبقي محوري ليفهمني إنه في هاي الحالة موجودة كل يوم عندي أنا بالمجتمع. أنا مش بحاجة لفيلم لأقتنع بوجود هاي الحالة. كل يوم نشوفها كل يوم نتعرضها مثل ما حكى الأستاذ. حتى مش بس البنت تتعرض للتحرش حتى الشباب في كتير ممكن هون شباب تعرضوا لمواقف منهم. أنا أعتقد إنه نفكر باتجاه حلول لهي المشاكل ونفكر شوي بأساسها مثل ما حكى الشاب انه مثلا للاسف بمجتمعنا البنت هشه او الشاب قاسي او طب نرجع للسبب سبب هيكله المجتمعات الموجوده هون مثلا في احد خلينا نحكي الزوايا الموجوده غير انه العائله غير انه المجتمع او الجامعه او المدرسه حتى القانون. يعني بالاردن في قانون الاحوال المدنيه من دائرة الإفتاء قانون رقم 185 المادة الثالثة منه بتنص على إنه حق الولاية أو حق الوصاية أو حقوق المدنية للشخص الأردني تمام الحد الغير العاقل أو الغير القاصر أو عفوا أو القاصر ومش مسؤول عن نفسه والمرأة حتى 30 سنة. هذا القانون موجود اليوم وممارس ومطبق ومشرع. نعم صحيح هذا الزواج لا مش بالزواج هذا الحقوق المدنية من حقوق المدنية لغير المتزوج تمام. طب ماشي بإعطاء حق الجنسية للمرأة المرأة إذا بتقدر تعطي جنسية لأبنائها ولا لا بالأردن في بس لا أسألك سؤال بس تقدر ولا لا؟ لا ما بتعطي حالياً مثلا تقدر ولا لا؟ ما بتقدر. طب لو ارتكبت جرم بحسبوها كنصف مجتمع ولا كمجتمع؟ كمجتمع يعني بتاخذ يعني في الواجبات والحقوق. فانا بس انا بتاكد انه في القانون مش انه هذا بس الزواج انه موجود يعني التجاريح موجوده لكن ما عادة سياسية لم تتزوج ما في شيء اسمه عادة سياسية في مرحلة زمنية انت بتعيشها. المرأة او الرجل بتكون في مساواة او عدل او حقوق سميها اللي بدك اياه العدل سمي العدل هاي الفترة الزمنية هي تعيشة فأنت بتناضل من أجل أن يكون في عدل ما بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
بس انا باكد على فكره انه في شيء بالفعل في القوانين مجحف زي تزويج المغتصب للمغتصب هو قبل سنتين احنا عاملين عنه فيلم كمان اسمه الندبه يعني اثر الجرح انت حد جرحه الجرح بيطيب بس اثره بفضل موجود ونفس الشيء فعل الاغتصاب وفعل التحرش وفعل تمام وحتى اذا بدنا نشوف ابعاد هذا القانون يعني على المجتمعات الموجوده اليوم كيف الوالد مثلا او العائله تعامل الامراه كيف العائله او المجتمع الى اخره هذا القانون يسيطر على المراه بشكل كامل حتى انها حتى لو انها هي ضحيه فهي مجرمه وليس لها اي صوت اي صوت او اي حق تدافع حتى عن نفسها بالقانون فبالنسبه لي انه لو بدنا نفكر اتجاه حلول لهذه المشاكل كيف لازم نحن نفكر انا مش بحاجه لاشوف فيلم ليشرح لي هاي الفكره وهذا الموضوع انا بحاجه افكر اتجاه حل اول شيء نبلش بانفسنا ازاي بعدين نتجه للقوانين للهيكله للتعليميه للاسره لاشياء كثير المفروض نبلش فيها ونغير فيها شكرا بس بدي احكي هيك انترفنشن قبل ما نكمل في يعني نحن مش قصدنا ما عم نجاوب نحن حابين نشوف انتم شو عنالكم وشو وين وقع الفيلم بموضوع التنميط هلا انا بالنسبه لي هذا العنف العالي جدا بمشهد الرجال ومقابله عنف اعلى جدا بما تحولت اليه بطله الفيلم المنطقتين القطبين هن عم يعلنوا جرس الانذار على ماهية المشكلة بين هالقطبين وكيف عم تتفاقم بمجتمعنا هلا ممكن نفسرها انه عم تتفاقم اكثر واكثر لانه عم تنطرح بطريقة غلط ممكن نفسرها انه عم تتفاقم اكثر لانه ما في خلينا نقول بافر زون او فرشة اجتماعية تقدر تحمل التحرر الجديد والتحرر الاقتصادي الجديد للمرأة وحركة المرأة الجديدة بمجتمعها بمقابل ما كانت الدور اللي كان مقولب اللي كانت أخذته اللي هو دور كتير آمن أكثر آمن للرجل آمن للتركيبة الاجتماعية آمن للتشريع آمن للقوانين آمن للدين آمن جدا فنحن هلا في صار حاله جديده انا بالنسبه لي هذا الفيلم عم ببالغ هو فيلم خيالي اكيد هو فيلم خيالي يعني هو لو فيلم مش خيالي بيكون الحادثه مع رجل واحد بيلتقي فيها في البحر وممكن هي تقدر تقاوم ويصير في عندها نوع من العقده وتفكر شو الحل اللي بدها تعمله لكن هو بالغ فيه لدرجة وصل لمكان انه حولها بدل ما يحولها لحورية بحر جميلة حولها لوحش بحر وكمان جعل المجتمع تبعه يحكم عليها بانها كمان هي مجرمة هذا لا يعني انه هي ما كانت مجرمة هي كانت مجرمة لو نحن شو فكرنا انه هي رح تقوم بعمليات انتقام انتقائية مثل الفيلم الأمريكاني اللي هي ستنتقي الخمس شخصيات التي رأيناها في هذه الحادثة وستنتقم منها إنما هي قامت بالانتقام لا على التعيين انتقمت من كل الفكرة فنحن هون الحكم يعني ليش موجودين مشان هيك نحن ما عم نجاوبكم نحن حابين أنتوا تقولوا كيف يعني كيف هالموضوع اعتمل بذهنكم يعني مش عم احنا شو بدنا ندافع عنه ما يعني مش هون احنا ما عارضينه كمان لنقول ان احنا متبنينه للاخر مهم جدا النقاط اللي عم نقولها لانه بلشت تخلينا نعمل نوع من الكريستاليزيشن او خلينا نقول عم نطلع زبده مهمه ممكن نوصل منها لنتيجه بالنسبه لانه نقول انه السينما انك انت لست بحاجه انك تشوف فيلم لتقدر تعرف انه هناك مشكله لا الافلام هلا صايره مهمه جدا الحقيقه والاعلام
والبرامج وكل انواع الميديا والتعبير على عن مواضيع مختلفه، مش بالضروره بس هاي المواضيع، صايره مهمه وصارت بترسخ وممكن تستعمل كاداه بروباغندا وصايره خطيره. ومثل ما تفضلت هلا الصبيه قبل شوي، ومثل ما تفضل حمزه، حتى طريقه ترسيخ مواضيع بتكرارها وبفرض شرعيه لها كل الوقت ليتل باي ليتل وبشكل تدريجي تدريجي، وخاصه كثير من السينما الاوروبيه وكثير احنا ما عم نعمل هلا مقارنه بين السينما العربيه والسينما الاوروبيه، لكن بنعرف انه السينما هي سلاح مرعب ان كان السينما، والاخطر منه طبعا التلفزيون. يعني نحن حكينا اول ما بلشنا للاخوه اللي اجوا متاخرين انه نحن عملنا بحث رصد باكثر من 10 مسلسلات وتم مشاهده جميع حلقات المسلسل في 5 دول بموسم رمضاني كامل متكامل. يعني توصلنا كل مسلسل 30 حلقه ضرب 10 قد ايه بيصيروا؟ 300. نعم 300 حلقه. كان في مجموعات من الراصدين ومجموعه من الافلام السينمائيه ومجموعه الروائيه ومجموعه من الافلام الوثائقيه. ونتيجه الرصد لهدول الثلاث جانرز او انواع كانت انه هناك مشاهد وطرح ممنهج بصوره سلبيه للمراه في عام 2019 و2020، وهذا غير مقبول غير مقبول. يعني مش انه صدفه، لم تصدف، تكررت يعني بطريقه صارت مخجله. انه انتم شو ما هو الشيء او ما هو الطرح اللي انتم حابين تعلموه للاجيال؟ انه يشوفوا فيلم من اول مسلسل من اوله لاخره المراه بتاكل فيه 16 كف بثلاث حلقات بصير الحكي، وبعدين بالاخر ما بيطلع في اي رده فعل. وبعد هاي المشاهد الاشخاص اللي موجودين بالمشهد ما بيكون في تعليق لهم، وبالاخر بعد التراكم الدرامي والمشاهد اللي بتيجي بعد وبتوصل لعقده وبعد العقده بيبدا يصير في حلول، ما بيلاقوا ولا حل يرتقي عن الموضوع بدون طرح حل تبسيطي طفولي. ممكن ينطرح سؤال، مش ضروري دائما كمان الطرح يكون تعليمي انه نروح كلياتنا على المحكمه. لو نحن عم نشتغل مسلسل او عم نشتغل فيلم عم نعمل طرح درامي، مع المحافظه على الطرح الابداعي، مع المحافظة على الطرح الإبداعي، لأنه أنت ما بتقدر تجي تقول لمخرجة أو مخرج إنه غير كل الفيلم وبالآخر أعطي مسج يعلم كل المجتمع. بهيك حالة بدك تدخله على موضوع يعني تعليمي مدرسي. نحن بدنا نحافظ على إنه في حدا عنده يعني رأي أو رؤية إبداعية عم بيشتغل عليها، عم بيحاول يوصلها. بنفس الوقت معقول أكثر من 40 منهج لا يعلم بيقول نحن بنعطيكم أهم 100 فيلم بتاريخ السينما، بتاريخ السينما كلها ما في ولا فيلم عملته امرأة؟ يعني في مبالغة. 100 فيلم عبر تاريخ كامل واصلين فيه من كل هذا القرون ب 100 سنة لا يوجد امرأة واحدة تميزت بفيلم؟ لا يوجد امرأة واحدة تميزت بتصوير، بفكرة، بكتابة، بسيناريو؟ لا، هذا الحكي غير منطقي. فنحن هون عم نحكي عن موضوع معينة من خلال السينما. هلا لما بدنا ننتقل على السينما الحقوقية كما نفعل دائما في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان، بصير بقى الطرح مختلف، بصير الطرح بيشبه اللي أنت طرحته. بنيجي بنعرض فيلم، بنحط 3 أهداف رئيسية اللي هي 3 انتهاكات رئيسية لحقوق الإنسان عموماً وليس المرأة فقط. منشوف كيف طارحينا بالفيلم، منفندها، منشوف شو موازي لها بقوانيننا نحن الموجودة في بلدنا
وكيف نحن ممكن نعمل مقاربة، بنرجع بعد الفيلم بنفندها مع الجمهور، وبنقدر من خلال الفيلم نعمل شيء اسمه كامبين فيلم. بنعمل فيلم له، بنعمل حملة من خلال هذا الفيلم، مثل الفيلم مثلا من 5 سنين اللي عملنا فيه حملة اللي هو فيلم تاء مربوطة، وعرضوه باي ذا واي استعملوه مشان يقدروا يطلعوا قرارات فيه، واستعملوه وعملوا فيه 3 جلسات مع برلمانيين بمؤسسة شومات، استعملوه ككامبين فيلم. هذا موضوع آخر. نحن اليوم شفنا شيء اسمه فيكشن فيلم، شفنا فيلم روائي، لكن في أفلام ممكن نقدر نستعملها ككامبين فيلم. خذ هذا بدك اياه. فعرفتوا شو الفرق؟ انا بس حبيت لكم وجهه نظري نوركم. فنحن ضروري نشوف مع بعض افلام ممكن تعملنا صدمه مشان نحن بنقدر نعمل هاي المقارنه، انه التنميط عموما او الصوره السلبيه ولوين ممكن تدخل. ونحن نقينا اليوم فيلم خيالي جدا اصلا. ليه؟ لانه اذا بدنا نشوف فيلم ونحكي فيه مناقشة عن التنميط وعن رسائل التنميط المبطنة اللي هي subliminal messages والsubconscious messages ورسائل التنميط أو الرسائل السلبية إن كان للمرأة أو للرجل، اللي هي بتنعمل عن طريق قصدي وخبيث، في كتير أفلام هيك. هذا لازم تقعد تشوف الفيلم كله بأكمله طويلاً، والرسائل بتكون محطوطة على عدة طبقات ولايرز، يعني مش بتكون انه بتقدم نفسها انه مرحبا هلو انا رسالة منمطة شفتوني، مش يعني مش الا اذا شيء سخيف جدا يعني. هذا طبعا هذا السخيف جدا موجود بالمسلسلات، يعني لسه لهلا موجود بالمسلسلات، يعني لسه هلا انت فوتي جيبي كاسة مي وانت وقف القي خطاب، يعني ومصفي الرجل منهك لانه عليه 20,000 مسؤوليه، والمراه برا الموضوع لانه هي صارت هي اقوى بكثير وعم تتحرك بسرعه شديده، بس صورتها على الشاشات ريدكشنست وضئيله ضئيله ومحطوطه بال شو بعرفني بالكشتبان، انا بعرف شو بعرف شو بدي اسميه. هلا هذا الموضوع انا كثير بياثر فيي، لانه بحس انه السينما كثير بتاثر على المتفرجين، ومو بس السينما، احنا اليوم ما حدا عم بيقيم ايده عن التليفون والموبايل، وكل وقت رسائل رسائل رسائل، اما قصيره، اما افلام، اما شو بعرفني كليبات، اما whatever، يعني بدون توقف. فانه ضروري نحن كمان يكون في عندنا حس نعرف ننتقي انه الصالح من الطالح، ونقدر كمان نحن يكون في عندنا صوت ضروري جدا بدون استيراد تعريفات وخلينا نقول مفاهيم، ونقول انه نحن استوردناها من الخارج. انا شخصيا ما عاد لاقي شيء من الخارج ومن الداخل، يعني نحن صرنا ننتمي الى العالم باكمله، يعني مفتوحين على جميع الثقافات وما يحدث. واذا صرنا بنقوم الصبح بنسمع تغريده الاستاذ ترامب، يعني انه ولا لا، وبنتابع كمان الانتخابات عندهم، يعني فوي ار اول كونكتد، يعني بما معنى. بس في حدا لسه لا في حدا قبلك ما حكى كان بده يحكي؟ مين؟ طيب عشان نعمل توازن. شكرا لما جيت. ولا هذا لازم نمني، بس مشان خلاص حكينا. مرحبا. تسلم. السؤال اللي كنت بدي اساله وشرحتيه نسبيا، فانا في شغله انه كعرض مفروض انه نقدم فاليو، بعتقد انه لازم ممكن يكون مجموعه من الناس او هدف معين او حدا اتعاطف معه. بس انا بالفيلم بصراحه ما تعاطفت مع ولا حدا. مثل رأي زميلنا هون، لأنه هي نفسها ما بنقدر نحكي، بس صارت قنديل بحر كانت مش واعية، لأنه إذا لاحظنا هي قتلت كثير ناس بس برضه استهدفت واحد من اللي كانوا موجودين، فهي كانت بحالة شوي من الوعي. نعم. بنفس الوقت ما كانت عنيفة يوم شافت جوزها،
على هذا الاساس كانت هي مش مغيبه 100%. نفس الشيء زوجها. هلا احنا ما بدنا نعمل عليها محاكمه. انا بحكي عن الكل. نحن هلا عن الكل. حتى زوجها كان يحكي انه انا بس رح ترجع رح اضربها. فهنا نفس الوقت كان لسه مش قوي. حتى الام اللي كانت لطيفه وبتحب الاولاد بلحظه من اللحظات بس كان المحقق او ما بعرف شو هو كان يحكي معها خلص لفجاه بعد ما ضغط عليها قالت لهم مش بنتي يعني تبرت منها. حتى الجهه المعنيه منها انها تمسكها للحظه من اللحظات حسسوا الناس حسسوا المجموعه انه احنا كويسين وبدنا نعالج الموضوع ولكن المرحله من المراحل هم دمروا كل شيء. حتى المذيعه بنفس الوقت تعاملت مع قضيه بتخص شخصيه منفصله عنها كسلعه بعيدا عن المشاعر مشاعر الاطفال ممكن اولادها او زوجها او المجتمع المحلي او حتى الاطفال اللي بالشارع. ففعليا حتى المجتمع اللي المفروض هو يكون ماخذها عبره ما كان متعاطف مع حدا. فبصراحه شفت انه الكل اسوء من كله فانا ما عرفت مع مين اتعاطف فما عرفت انا اوقف مع مين فهذا اللي عجبني بصراحه. شكرا. شكرا بدي اطرح ثلاث شغلات بسرعه. اولا احنا كثير يعني مؤخرا لاحظنا الطرح لقضيه المراه، تعنيف المراه، اضطهاد المراه، تنميط المراه. برضه لاحظنا انهم عم يطرحوا الافكت تبع تعنيف المراه، يعني هون احنا شفنا الافكت انه المراه قامت بثوره، لكن حتى ثورتها كانت ثوره خامده، هي كانت من تحت البحر حتى لما تطلع ما تظهر حالها، يعني لم تجسد ثوره العنقاء اللي هي قامت من بين النار اللي كانت عم بتاثر عليها. برضه ما بعرف اذا شفتوا في مسلسل 13 Reasons Why كان فيه الشخصيه الرئيسيه تعرضت لنفس الموقف، اغتصاب بطريقه غير نمطيه تقليديه. كانت ردة فعلها اللي هي انها اندحرت وقتلت نفسها يعني. فالسينما عم بتركز على الافكت او على البوست تروماتايزيشن ما بعد الصدمه للمراه نفسها. القضيه الثانيه بدي احكي انه بالوضع الطبيعي بالوضع المجتمعي بالوضع النفسي الطبيعي يوجد علاقه تكامل ما بين الرجل والمراه، تمام؟ هلا الرجل بيشعر بمشاعر اكيد بتختلف فيها المراه، وبرضه الرجل عليه وظائف كمان تختلف المراه اللي بتاديها، تمام؟ فكرتنا بالموضوع انه لازم يكون في ستريس اكثر على المشاعر اللي بيحس فيها الرجل والمشاعر اللي بتحس فيها المراه ونوصل بالاخر لعلاقه تكامل. احنا الهدف بالموضوع انه نورجي المراه ايش الها وايش عليها وبرضه الرجل ايش له وايش عليه. الان ما بدنا نشوف الموضوع على انه انتهاك لحقوق المراه ولا برضه تقصير من واجباتها، ولكن في شغلات المراه ما بيزبط تعملها وفي شغلات الرجل ما بيزبط يحس فيها او اصلا ما بيحس فيها. فهاي علاقه التكامل ما بحس انه في ستريس كافي سينمائيا وفنيا على هذا الموضوع. حتى في ديننا الاسلامي يعني على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى بيحكي الرجال قوامون على النساء. فهنالك قوام خلينا نحكي الرجل دائما بيرجح عقله في القرارات الى اخره، المراه بتحكمها العاطفه، بس في علاقه كثير وطيده تكامليه ما بين العقل والعاطفه. احنا ليه ما نشوف البيس؟ يعني على سبيل المثال ليه ما نركز على دور الاهل في انهم يورجوا الشخص فطرته السليمة، الشعور السليم في انه يرى الرجل والمرأة على انهم اثنين بيناتهم علاقة تكاملية شعوريا، تمام؟ لانه مثل ما نورنا سابقا انه المرأة بتحس بمشاعر الرجل لا يشعر بها والعكس سليم، فبالتالي يوجد علاقة تكاملية شعوريا، لانه احنا اصلا governed by feelings، تمام؟ المفروض كدور اهل او تربية سليمة انهم يورجوا الشخص انه الفطرة او التصرف السليم حيال المرأة انها ترى على انها فقط جنس اخر عن الرجل، اما ما في شغلة انه انتقص ما انتقص من قيمتها الى اخره او اورجي سيادة الرجل، بدناش نحكي قوام، لأن القوام هو مبدأ سليم ولكن سيادة الرجل أبدا مش سليم. الآن إذا تفعل هذا الوعي عند الأهل كونهم هم الناس اللي بيورجوا الشخص فطرته السليمة، بيورجوا الشخص الستيموليز اللي راح يمشي عليها بحياته، تمام؟
رح يشوف الشخص انه التحرش بالمرأة او تنميطها او حتى تعنيفها في المستقبل شذوذ عن الوضع الطبيعي اللي هو اصلا لازم يربى عليه، تمام؟ لكن تغيب الاهل عن هذا المبدأ، وانا بشوفه صراحة قلة وعي مجتمعي بالنسبة لاي اثنين مقبلين على زواج او مقبلين على انجاب ابناء. الان فكرتك بالموضوع هي مش بس انك تربي ابنك انه يكون شاطر وانه يعرف كيف يختار اصحابه الى اخره، لان ما بدنا ننسى العوامل المجتمعيه، ولكن انت كشخص تسهم بنسبه 90% في بناء الاساس العاطفي او في انك تورجي ابنك او ابنائك شعورهم او كيف هم بيشوفوا العالم، فانت لك النسبه الاكبر في انك تورجي الشخص الطريقه السليمه في التعامل مع هذا الموضوع. الان بعد هيك كل تصرف سواء يقام امامه او يقام منه راح يصير يدرك انه هل هذا الشيء انحراف عن فطرتي، انحراف عن الاستيميوليز الصح او لا. فبشوف انه هاي القضيه على شاكله قضايا اخرى المفروض انه ننوه لها، ولكن نبلش من قاعده الهرم ما نطلع من فوق ونلوم الاشخاص على رده فعلهم، لان رده فعلهم ناتجه عن جهل بالستيميوليز اللي خلتهم يعملوا هيك. يعني روح اسال اي شاب عدم المؤاخذه بيتحرش ببنت سواء لفظيا او جسديا، وباي ذا واي التحرش موجود تمام في المجتمع، واكيد تتعرضوا لمثل هيك مواقف صحيح، فالتحرش للبنات مش لك، التحرش موجود هاي للشباب كمان، ولكن يعني انا بتمنى صراحه انه يتم معالجه المشكله من الجذر مش من الثمره اللي تقطف. وثانك يو لاستماعكم يا احنا اسفين على فكره الحوار كثير كثير طويل ممكن طبعا مش وحابين انه بالعكس هاي الجلسه يعني احنا بدنا نديكم كمان عندنا في عمان في المعمل ممكن نفتح حوار اخر، واذا بدكم هي مع امجد ممكن ننسق نعمل ندوه حول فيلم محدد هلا بنتفق عليه، يعني نتفق على موضوع اساس يكون الموضوع انه انا هذا الفيلم ما بقدر ادافع عنه بصراحه ولا بقدر اهاجمه، هو مجرد لفتح حوار. يعني اعطيكم مثال، في شاب وقف قال انه كل الشباب كل البنات عندهم كذا، هون هذا تنميط، نمط الشباب والبناء عمم التعميم تنميط. احنا الرصد الاساسي في هذا الموضوع انه التقاطت هاي النقطه، مثلا في حدا قال انه هذا ما صار الحكي، لا في احنا بنسمع في بعض البلدان العربيه في تحرش جماعي بيوصل ل 100 و200 شخص لاحقين بنت كويس، موجود في الفيديوهات، فما حدش يقول لي انه هذا ما صار. انا وحتى اختيار الفيلم انه يكون مش اردني عشان ما ندخلش في تفاصيل، احنا ممكن نجيب افلام اردنيه، عاملين افلام اردنيه ممكن نجيبها ونحكي فيها، بس هي فكره انه لا ما صارش، لا صار. بعدين في صديق لنا في حرامي دخل على بيته فسألوا هذا صاحبنا طب شو سرق من عندك؟ قال له ما سرق شيء. قال له خلص يا زلمه ماشي، قال له بس انت ما بتعرف احساسك اذا حدا دخل على خصوصيتك، هذا احساس قهري بس لمجرد انه دخل على خصوصيتك. فارجو انه حتى المواضيع هاي نناقشها في انا مكاني مكان الاخر، انا بغض النظر انا مش امراه كويس، انا رجل ولكن مش بدافع عن المراه، كمان ممكن تكون علاقتي بالمراه علاقه عاديه، بس انا ما بدافع، انا بدافع عن فكره العدل والمساواه الاساسيه اللي بنحكي عنها، وبنحكي عن قضايا التنميط، الرجل منمط والمراه منمطه والمجتمع كمان منهج التفكير تاعه منمط. هلا انا ما بعمم هالمجتمعات، بس انا بقول احنا الهدف من هاي الجلسات هو رصد الصور النمطيه. انا ارجو من الواحد لما يروع البيت يشوف الاشياء اللي وين يرصد بينه وبين نفسه شو الاشياء النمطيه اللي بمارسها. يعني هذا هدف هذا مش الفيلم، هدف هذا الحوار، يعني اعملوا شوي نقد ذاتي ومشاهدات جديده، بلشوا حاولوا تعملوا مشاهدات جديده كثير كثير بنشط عقلكم محالكم كثير مهم. واذا بدكم بنجلس جلسه ثانيه، اذا بدكم يعني خلال الشهر القادم بنجيب فيلم وبنجيب نماذج وبنقعد بنعبي هاي النماذج قبل وبعد، وبتعزموا اصدقائكم او ناس كمان اخرين من الشباب، وبنشوف كيف وجهه النظر تتغير قبل النقاش او بعد النقاش. عشان هيك احنا ما كنا بنرد، لانه كان في رد عم بيرد، يعني شخص عم بيرد على الثاني، هي فكره فتح الحوار. ويا ريت تكون يعني المره الجاي قعده غير وشكل اكثر. وشكرا كثير لكم، وشكرا لامجد، وشكرا للقناه. شكرا لحضوركم.
وشباب وجمهور عروض الدم متعودين على عروضنا من 10 سنين يمكن من خلال مهرجان كرام الافلام حقوق الانسان. وبرايي انه كثير مهم وجودكم لحتى يصير هذا النقاش اللي هو مهم بغض النظر عن النقاش كيف كان سلبي ايجابي، بس في نقاش حقيقي صار وهذا النتيجه اللي بدنا نوصل لها. فشكرا كثير من القلب على حضوركم لمساحه كراج فن، ونحن دائما بنتشرف فيكم وبنشكر دعمكم المستمر لنا. بدي اقول لكم شغله كثير كثير مهمه. اول مره بيكون في نقاش ذهني متميز حقيقة. أنا اليوم حسيت كأنه مناقشاتنا بسنوات بالستينات أو بالسبعينات. عادة النقاش بيكون على السطح وبيطلع اللي بده يناقش بس بيستعرض إنه هو بيعرف. اليوم أنا شاهدت نقاش وآراءكم يعني مهمة جدا، واضح إنكم مطلعين مجتهدين. كتير كتير فخورة إنه عملنا هذا النقاش، كتير مبسوطة حقيقة، كتير مبسوطة إنه كنا هون وقدرنا كل حدا يقدر يحكي باتجاه. عن جد يعني ولا مرة حسيت هذا الإحساس، مع إنه نقعد بمئات العروض مهرجان كرامة. بهنيكم إنه هالقد شاغلين على أنفسكم، إنه هالقد عندكم قوة ملاحظة. شكرا كتير كتير. طارق بدنا لك تقول اخر كلمه، لانه طارق رح تشوفوه اكثر بما انه طارق بقربت ممكن هو يكون بالجلسه الثانيه اذا نحن مش موجودين. تفضل طارق. يعني معظم الملاحظات اللي حكت منكم متفقين على معظمهم احنا، لكن في شغله واحده بدي احكي. في اكثر من نوع جامعه، مضبوط، اكثر من نوع صراع. هذا الصراع اللي كان موجود ريفينج يعني انتقام، وهذا موجود حتى كمان الريفينج في لبعض مخرجين مثل كوينتين تارانتينو، مخرجين مارتن سكورسيزي. بيكون الفعل اللي تم ممارسته على البطل فعل نحكي درجة العنف فيه 7/10. لما بده الشخص البطل ينتقم لحاله بينتقم لدرجة لا توصل 12/10. فالانتقام بيكون اقسى واعنف. المساله الثانيه، اذا عملنا فيلم عن فلسطين وانحلت مشكله فلسطين، شو بضل الاهميه للفيلم؟ ببطل له اهميه. اذا اي فيلم بنحل بقرار سياسي هو لا يصلح لان يكون فيلم سينمائي، لن يصلح ابدا ان يكون، لانه هذا بقرار سياسي بيزبط، وهي لا تقدم حلول ابدا. السينما لا تقدم اي حل، هي تسلط الضوء على مشكله ويجب ان تكون انسانيه وعامه يشترك بها جميع البشر. شكرا جزيلا.